الجزء اللي انا هقراه او السوره اللي هقراها بالليل او هتقرا عليا او هسمعها في التراويح او هتدبرها في وردي اليومي مجرد بس تفسير مختصر او سماع محاضره او خواطر تناولت السوره دي او ايا كان طبيعه اللي انت هتسمعه او هتقراه في هذا الاطار شيء مختلف تماما، كان القران يعني فعلا ينزل على قلبي في هذه اللحظات وانا اسمع هذه الايات شيء من المعايشة والفهم والإحساس مختلف تماما عن اللي بقرأ كده أو بسمع الآيات وأنا مش واخد بالي دي علاقتها إيه بموضوع السورة واسمها ومناسبة نزولها ولا أي حاجة. ربنا سبحانه وتعالى قال كده، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ مش بقول إن أنا باللحظة دي كنت عالم يعني، بس على الأقل في درجة من العلم بهذه السورة التي سأقرأها، في خلاص انا عارف دلوقتي حاجات عن هذه الصوره، في علاقه بتربطني بهذه الصوره في اللحظات دي. هنا بيبقى الموضوع مختلف. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طلب من سيدنا عبد الله بن مسعود انه يقرا عليه من القران، وسيدنا ابن مسعود اختار انه يقرا عليه من سوره النساء لغايه ما بلغ قول الله عز وجل فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. سيدنا النبي هنا امره قال له حسبك، يمسك عن القراءه ونظر إليه سيدنا عبد الله بن مسعود فوجد أن عيناه تذرفان. التأثر ده ما بيخرجش إلا من ثمرة معايشة. النبي حاسس بالآيات، النبي فاهم الآيات، النبي مدرك إيه اللي بيقرأ عليه. أكيد طبعا الآية طبعا مخاطب بها النبي عليه الصلاة والسلام، بس في آيات كثيرة جدا أنت مخاطب بها لما تسمعها وأنت فاهمها، لما تتلى عليك وأنت تدرك مدلولها، تدرك علاقتك بهذه الآية، لما تدرك ان انت مسرف على نفسك وتسمع وانت بتصلي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. انت مخاطب بالآية دي لانك انت وانا بنسرف على انفسنا، بتبقى الموضوع مختلف تماما، بتبقى معنى مختلف تماما. سيدنا جبير بن مطعم لما سمع قول الله عز وجل ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون قال سمعتها فكاد قلبي ان يطير، كاد قلبي ان يطير، يعني معنى أنه استشعر هذه الكلمة واستشعر معنى هذه الآية واستشعر قيمتها. آيات سورة الحجرات مثلا لما نزلت يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الآيات دي كانت كفيلة أن سيدنا ثابت بن قيس خطيب الأنصار جلس في بيته وقعد يبكي ظنا منه انه داخل في هذه الايه، لان كان صاحب صوت جهوري جدا، صوته عالي، فخشي ان يكون عمله قد حبط. شوف الاحساس بالايات، لانه يقينا قعد مره مع النبي عليه الصلاه والسلام وصوته عالي، فهو سمع الايه ان تحبط اعمالكم يبقى انا عملي حبط، لغايه ما جاءه من يواسيه ويخبره من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليس من اهل هذه الآية. يبقى مثلا قول الله عز وجل فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. سيده عائشه والسيده اسماء رضي الله تعالى عنهما كانت تطيلان جدا الوقوف عند هذه الآية وهما تسألان الله أن يمن عليهما ويقيهما من عذاب السموم. فكان المار يقول لك الرواية بتقول ينتظر وينتظر ويذهب إلى السوق ويعود ليرى أسماء، سيدة أسماء ترى يعني تظل بقية كما هي تردد هذه الآية فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. كل مرة إيه السبب في كل القصص كثيرة جدا في تدبرات يعني هؤلاء الصالحين، كل مرة نفس الإجابة، إدراك المعنى، إدراك المدلول، إدراك المراد، إدراك قيمة الآيات التي تقرأ.